80 إشوة. نسأل الله يجمع شمل العالم كما شتتني مجمعا. أنا من البرج. ذات 50-60 سنة بطلعنا فيهم ما يقارب 4000 نسمة. هجروني من بلادي دون ذنب أو سبب. هجروني، هدموا بيتي وقالوا هيا الحق للعرب. نتخرف. الهجرة كانت زلزلة، كانت الناس في موسم الحصاد كانت تحصد، احنا فلاحين طبعا نحصد وما نفكر في اشي بصير حرب علينا ابدا. جماعة مسالمين، جماعة نحب الامن والسلام، جماعة ما يخطرش على بالنا اي شيء من نوع الحروب. فهجرنا يا سيدي، اطلعنا من البلاد في 15 حزيران اللي بهل، ولا هذا حزيران في شهر 6، يعني احنا طلعنا في شهر 6 ورحلنا. الرحيل تبعنا على مراحل على مراحل، نسكن في بلد نرد ننتقل لبلد اخرى، ننتقل لبلد اخرى. قالوا ان في مخيمات فتحوهن للاجئين، اللي بحب يسكن المخيمات يروح يسجل في اي مخيم كان اللي بده اياه ويسكن هناك ويقعد. فوالله احنا بمهنة ابوي، بسط ان ابوي صاحب مهنة، اجى على المخيم هذا وكل معارفه هان، كل معارف ابوي هان. قالوا له يا اخي طيب انت ليش قاعد في الكرة؟ هاي في عندنا المخيم هذا بعطوا كل الالتزامات للاجئين، فيهن مدارس، فيهن حكمة، فيهن مستشفيات، فيهن كل إشي. والله يا أبويا قبل الرأيها، فأجينا سكنهان ثق تمام. هم بيستنوا علينا بطرح الطروحات حتى يموت الكبير، حتى يموت الجيل تبعنا الكبير واللي أكبر مني تيموت. لكن ثق تماما إن لو ما بيظل على الكرة الأرضية ولا إنسان، ما واحد بتنازل عن حقه ولا بيبيع وطنه ولا حب التراب من أرضه. هذه أرض أبائنا وأجدادنا، خلقنا منها وبدنا نرجع إلها مهما طال الزمن أو قصر. فإحنا والله يا عمي ما بعيبنا لا يهود ولا غيره، ولا أجانب ولا غيره، ولا عرب اللي كمان صافين مع الأجانب، والله ما هو هام منا. إحنا جماعة إلنا أرض وإلنا أصحاب حقوق. إحنا عطونا حقنا والله يخلف عليهم. ودوني على بلد هالكيت بقعد بنصب شادر أو في خيمة بقعد أو في مغارة بقعد، أما أبيع لا يمكن. أنا إلي 44 حفيد وكلهم هاي أصغر ولاد. هالكيت أسألهم منين أنتوا، بقول لك أنا من البرج. بقوا متكاتلين على المفتاح تبعي هذا، بقولهم هذا ذخيرة من سيدكم اللي سلمني وأنا بسلمكم إياه. اولا عدد السكان المخيم كلانديا هو 15000 نسمه، طبعا بيوقع شمال القدس قريب من حاجز كلانديا، مساحته 330 دونم. عدد الشهداء في داخل مخيم كلانديا بيصل حدود 70 شهيد. شهداء الانتفاضه الاخيره، شهداء انتفاضه القدس، هم 18 شهيد في الانتفاضه السنه الاخيره. طبعا عدد الجرحى بالمئات، طبعا عدد الأسرى عندنا حوالي 200-220 أسير موجودين ما زالوا في داخل المعتقلات الإسرائيلية. الخدمات هي خدمات محدودة جدا، هي تقدمها وكالة الغوث الدولية. طبعا
طبعا خدمات من السلطة الوطنية الفلسطينية هي خدمات محدودة جدا تقع من خلال اللجان اللجنة الشعبية في داخل المخيم. حاجز كرندي طبعا قريب على مدخل المخيم كرندي، هناك استهداف دائم ومستمر، على الأقل بنحكي عن مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع هناك اجتياحات أو اقتحام من قبل قوات الاحتلال لمحاولة الاعتقال أو مداهمات، يعني بشتى الأسباب تقوم بها قوات الاحتلال لداخل المخيم كرندي.